ينفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي يا المقشة، ابوي وامي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السيارة اللي برا؟ ايه شفتها. هذه هدية لك. لي انا؟ هدية لك. شف، انا بربط عيونك طيب، بصور سنابة، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. انت جنتني؟ وش فيك عبيط كذا؟ سوي اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 لا، خلاص بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف اشوف اشوف. سبرايز! شوف هناك شوف هناك. اوه اوه اوه، هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك دنيا واخره. والله اني مصدق عيال. اوف اوف اوف، هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ، وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامه. وي وي وي، تعال تعال تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السياره؟ اي والله مره ما شاء الله ممتازه. يا بعد عمري تكسرها بالعافيه لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت، الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرس. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اوف، اخس يا عامر، اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك دنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشبه بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك عايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مقشع بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي هدي هدي، لا تعب نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سيارة قيمتها 500,000. شوف شوف. قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعة ولا عتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعة طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر انتبه، وابيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الاكشن هذا كله؟ خليني اشوف لي عمود واحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعل الله ولا فعلك، سوي اللي قلت لك عليه وبس. فهمت؟ يا مهبولة، اهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش في سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك اكثرت ها؟ هذا حادث بسيط لجس نبض المتابعين وبس. بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا لا لا، عدس ما بي، خلاص ابشري سمي. هاي سنابيز، اليوم انا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في اي بي، ومرة مرة مرة متحمسين. وش رايك حبيبي؟
لا الله ستر علي أنا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف يا ناس. أذكر والله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك ضبطت المحتوى عادي لهنا وكفاية. احذف المقطع تراك اخذت حقك وزيادة. الو حيدر يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها ترى يا جار المفتاح يلا المفتاح